خلصي على اي اف ام احلى راديو. عسلامتكم جديد، مازلنا مكملين معكم في الماك ويكاند، ويلتحق بينا قيس بنينة من قسم الرياضة. عسلامة يا قيس. مرحبا خولة، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. شنو حوالك قيس؟ تمام الحمد لله. شنو الاجواء؟ شنو حوال الماتشات؟ مازلنا عايشين جو كاس العالم. مازلنا بيه اكيد بيه جو كاس العالم، هكا ناخذوا الغرض نتاعنا، وبعد بعد كاس العالم نرجعوا للبطوله التونسيه ونرجعوا للرياضه نتاعنا. برشا اخبار جبتهم لنا، السوليت يضحكوا سامبا، مش الكل الحقيقه، مش الكل. الاوليني هو الحقيقه بالضبط. حبيت في الاول نحكيو على اسطوره كره قدم العالميه، هو البرازيلي وجوهره السوداء البرازيليه بيلي، اللي يعاني من معناتها مريض الايامات اللي فاتت الكل، عنده مده الحقيقه هو مريض. دونك حاولنا لو ماكسيموم انه ناخذوا بعض الاخبار على صحه بيلي، ولقينا على الاقل ما نجمو نحكيو. البارح فما اخبار كانت راجت بخصوص معناتها الحاله الصحيه للجوهره البرازيليه، و تقريبا بيلي كان معناتها الاخبار راجت انه في حاله صحيه حرجه، وانه زاد ماهوش قاعد بدنه يستجيب للعلاج الكيميائي. والحقيقه الاخبار هذا تداولوه برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الصحف العالميه والاذاعات والقنوات التلفزيونيه في العالم الكل. نعرفوا قيمه بيلي. بيلي يعني اسطوره حيه مازالت عايشه بيناتنا، يعني ليجوند في كره القدم. حتى اللي ما يعرفش الكوره يظل لازم يسمع على الاقل مره في حياته يسمع اسم بيلي. دونك بيلي البارح كان تم نشر تغريده، هكا يقولوا تغريده على انستغرام، لي تغريده على تويتر، لي تويتر تغريده انستغرام، يقولوا بوست على انستغرام، بوست على انستغرام. كان وصل فيها رساله للناس الكل. نحب نقرا شويه هذه الرساله اللي قال: اريد نحب الناس الكل يكونوا هادئين وايجابيين، انا قوي واملي كبير وملتزم بالعلاج كيف العاده. نشكر جميع اعضاء الطاقم الطبي والتمريض اللي يرعاو فيه، وفرح برشا بالكل الرسائل اللي وصلتوا البارح، خاصة البارح من جميع أنحاء العالم. قالت الرسائل هذه الكل قال تخليني نشعر بمزيد من الطاقة، وراني قاعد نشاهد في مباريات المنتخب البرازيلي، يعني حتى في أصعب حالاته يتفرج في منتخب البرازيل. أنا ريت في الماتش متاع البرازيل خهبت وخرجوا هكا كليفت، مش ليفتة، ليفتة كبيرة جوستمون مكتوب فيها يعني ان شاء الله تكون بخير. يعني بالضبط حاجات كيما هكاك. البيلي هما معروفين الحقيقه في البرازيل فما بيلي، في الارجنتين فما مارادونا، هذول لي زوز هذوما باش يقعدوا في التاريخ، وزاد تو خلط عليهم ميسي وكريستيانو. لكن ما تصورش باش جو بونس من تفضل بيلي على مارادونا. لا لا، انا ديما من حبيب بيلي. مارادونا 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 مارادونا. جو كونفور مع شكون من الاولاد كثروا عليه المعلومات. اي بيلي ملاعب كبير، لكن مارادونا يبقى اسطوره حيه، معناها اسطوره توفت وعاش حي، لكن يبقى اسمه ديما موجود. اسطوره حيه بون، اي اسمه ديما يقعد موجود حتى بالضبط. هذاك هو مارادونا بالنسبه لي، هو اقوى ملاعبي في تاريخ الكره في العالم. بون مش فيفونت كما انت كنت قلت، مي بون اي بي. دونك مارادونا، لكن بيان سور بون ريتابليسمون ان شاء الله، نتمنوا له الشفاء. الشفاء العاجل لبيلي بطبيعه الحال، ربي يلطف به. بيلي راه كان زار تونس، كان زار تونس وقتها قبل الثوره مع رئيس الترجي سليم شيبوب، وكان معاهم زاد ميشيل بلاتيني، وكان حاضرين في ملعب المنز وقت مباراه الترجي الذي تونسي، كانت مباراه تكريميه، كان حاضر دون في تونس. بيلي ان شاء الله يكون لباس ويقعد ديما موجود، خاطر اسطوره حيه، لازم الناس تعرف ديما تقعد تشوف بيلي، رغم نجمش نخلطوا طول حياتنا لمحل. فوالا دونك هذا الخبر الاولاني. الخبر الثاني ومضحك شويه، كنت حكيت عليه زاد اسباح في مونديال في دقيقه، ما حبيتش نعطي تفاصيل، خبيتهم للوقيت هذا كيف جينا نحكي معك باش نناقشوا الموضوع. هكا الصوره كانت تداولت برشا البارح، في خاصه في التويتر وفي الفيسبوك، هو صوره واحد من مشجعين المنتخب الارجنتيني وقت اللي ماركا ليونيل ميسي هدف الاولاني بتاع المنتخب الارجنتيني. عندنا صوره؟ هذه صورة وقف، فما صورة أخرى إيهاب تكون أوضح شوية كان موجودة، يعني كان مقعد هو مع الهدف
وقف سبحان الله. هذيك هي لا تنفع قبل ان تقول سبحان الله. عرفتك برشا تعليق الحقيقه كانت شفناها في 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 تويتر البارح. ويبقى فما محب المنتخب الارجنتين كان عطى يعني تعليق حلو برشا، قال حقا ليونيل ميسي صنع المعجزات وخلى السيد هذا يقف. برشا حديث صار داولت هكا تصور هذه اوضح شوي. وقف وقعد شدد في الكرسي ولا وقف وقف هكا يعني من الفرحه ما غير حتى غير حتى هيك الصوره واضحه يعني. نجموا الناس اللي يتفرجوا فينا على الباج تاعنا 10 ولا 40 ولا شو هذيك بالطبيعه الايقونه ليونيل ميسي رقم 10. هو اذا الارجنتين كلها يلبسوا ديما نمره 10 مربوط يا بمارادونا يا بليونيل ميسي. داكورد نمره 10 دونك هذاك الوسطاني وقف وقف لي يعني وقف وهي هذيك المنطقه المخصصه للجماهير ذوي الاحتياجات الخاصه. اي دونك وتفسير التفسير برشا موجود التفسير خاطر معناتها ظهر السيد هذاك حسب بطبيعه حسب ما وقع عالميه حكيت في الموضوع هذايا واكدوا انه السيد تقريبا منتحل سيف. علاش تقول تقريبا؟ هي لازم في الموضوع هذا متاكدوا اللجنه المنظمه ولا الفيفا. واذا كان باش يلقاوه بطبيعه باش يتم حرمانه من بقيه مباريات المنتخب الارجنتيني. خاطر واضح حب خاطر التذاكر تاع ذوي الاحتياجات الخاصه يعني مش نفس التذاكر تاع المواطنين ولا المشجعين العاديين. حتى اصلا كي يبدا واحد من ذوي الاحتياجات الخصوصيه عنده الحق في مرافق يكون موجود معاه ويرافقه في حضوره للجميع. يعني نجم يكون واحد من المرافقين يحضر مع واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. فهمت هذيك من التسهيلات اللي عملتها الفيفا ودولة قطر لذوي الاحتياجات الخاصة. انت هو يعمل هكا اش معناتها يعني يحب لو عندك الحق لو فما يحب يحضر على الماتش لي يعمل هكا اش يقصد يعني هو ما يقصد حتى شيء هو مشكلته روحه يمكن لي هو بطبيعته ما تعرف وسط الفرحة هذيك ومعناتها بونتو الميسي بطبيعة الحال نسى روحه وقف ولا يحب يظهر هي زعما معجزه انه لا 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 ما تصورش خاطر يعرف هو راهو ريسك كبير اللي خذاه دونك لا غلطه بالضبط ضح روحه. هذا بطبيعه ترسيله اذا كان تطلع الحكايه صحيحه بنسبه كبيره وتجي الفيفا يعاقب يعني ترسيله واحد وحده خايبه ما عادش كامل يتفرج في ماتشات الارجنتين وخاصه تصور الارجنتين تو من المرشحين الكبار انها توصل للنهائي وتهز كاس العالم. يقعد محروم من 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 كاس العالم اللي الارجنتين تلوج عليه من ناحيه مارادونا من اللي كان لاعب مارادونا وتو ميسي في العمر هذا 35 عام يبحث على كأس العالم. وحتى الملاعبين بتاع المنتخب الأرجنتين يقولوا أنه نلعبوا في مونديال هذا من أجل ليونيل ميسي. مازلنا معك قيس جوست نتعداو فاصل إشهاري ونرجعوا عندنا زوز أخبار أخرين يضحكوا زادة دونك نحاولوا كيفاش نفرهدوا شوية على الموضوع دونك فاصل ونرجعوا لكم. كأس العالم فيفا قطر 2022 يفهم تعيشكم أهم حدث رياضي بامتياز وكأنك في الدوحة. برامج خاصة طيلة أيام المونديال، برامج جديدة ومنشطين ومحللين من 7 متاع الصباح لنص الليل. المونديال في دقيقة على رأس كل ساعة بتوقيت الدوحة من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع أيمن زروق. دوامة المونديال لربعة متاع العشية مع محمد الخميسي. EFM World Cup من 5 ل 7 متاع العشية مع طارق الحناشي. هلا مونديال من 7 ل 8 متاع الليل مع بشرى سعيد. زون المونديال كل سبت وحد من 5 ل 7 مع حمزة المغيبي. من 20 نوفمبر ل 18 ديسمبر. عيش المونديال مع EFM أحلى راديو. هوا حوا حا دوسو شنحا دزو ولحا ولحا بالسمارت فون فيفو Y22 وفيفو Y02S متاع اورانج ابتداء من 499 دينار. سمارت فون بديزاين شيء كبير واباري فوتو تطير وتونومي تشد مليح واكرون كبير وصحيح وزيد تمتع بامتيازات عرض الدوخ. هاي هزاك نخبر الروح هاي ما عشبك هاي هاي هزين قولك مغادي يا اخي تتباهسي
تبكي تعرفي تتلبقي قولي نعرف نتلبق باش تدير تضحك عليك ما يهمنيش فارع كان انت عم تلاقي ما قدرنا ما عم باليش بحتى حد نرجع لك ديما تحت الشجرة لأريج السحيري الفيلم الفائز بالتانيث الفضي لأيام قرطاج السينمائية حاليا في القاعات بمساهمة إيفام تونس بيت تحفلها في كأس العالم وتودي المشجعين بأقوى بونيوس في تونس ادخل من توا على www.tunisbet.com شارجي الكونت متاعك من 10 دينارات المليون وتمتع ب 100% بونيوس على قيمة الغشارج اللي تختارها تيلة المونديال معناها كنت صب مليون تلقى زوز ملايين في الكونت متاعك وللمزيد من المعلومات تواصلوا مع سيرفيس لايف تشات المتوفر على ذمتكم 24/7 ما تفلتش الفرصة بونيوس عالم يستنى فيك على تونس بيت موقع رهانة الحقيقي انتم تسمعوا في لو ماك دو ويكاند سيزون 9 مع خولة الخلصي على اي اف ام احلى راديو مرحبا بكم جديد في الماك دو ويكاند نزل معايا قيس بنينة دونك نحكيو على اللي يصير خارج الملاعب خارج التيران ديما بيان سور نحكيو على المونديال هذايا شي حكيت هالمترومان هذايا هذايا انسان طريف برشا ولقى ثنية الشهرة من خلال المونديال هو شاب كيني اسمه ابو بكر عباس هو موظف في دولة قطر هو موجود للارشاد يرشد في الجماهير للمحطة المترو اللي خارج من الملعب يحط يوري يديه يمشي للملعب من هناك قد نشوف فيه في الصورة المتابعينها في اليفام تي في وإلا حتى على الشين يوتيوب راديو يفام السيد ذا يعلن متى يرشد في الجماهير المنتخبات اللي توصل للملاعب على اثنية المترو وإلا يقول لهم هذه اثنية الملعب تمشي مش يرشدهم معناتها في اثنية مش يديعوش دونك كان نعرش الأولاد يعطينا الصوت متاع كيفاش هو يبدأ يتفاعل مع الناس نحاولوا نسمع صوت مترو 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 مزيل مزيل بعد شي بدا يغني بلاقي نفس اللحن هذاك وكل الجماهير ولات تتلم قدامه هو بالعاني باش يقعد شيخين معاه وعاملين معاه جو لين الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان كرم معناتها الشاب الكيني هذايا ابو بكر عباس وكرموه في وسط الملعب وحاولوا انه يعني يعطيوه القيمه بتاعو خاطر الجماهير حبته وهذه معناتها من الحاجات اللي رينيها في كاس في مونديال قطر يقول كل مخرى بخلف مترو ولا مترو 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 هذيك مترو ولا يعني الملعب يقول مترو 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 ايوه اوكي كي داكوردو مترو يقعد يعاود فيها وكل الاصبع هذيك ولا اليد اللي شاده في يديه هذيك شي يوري الاتجاه نتاع الريب تاع المترو ترى نعاودوا حبيت نشوف الغفران ولا نعرفش مترو 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 لما حال خاولة موجودين برشا راهو لكن هو الوحيد اللي يحاول يعطيها اللحن خاطر ولا خاطر سمباتيك بالضبط الاخرين كلهم سيريو امشي هكا امشي هكا حب يعمل جو هو روحه خفيفه فوالا جوست بالضبط روحه خفيفه نحكي وما دام نحكيو زاد على على الروح هذه عامله هذه عامله كبيره اللي باش تحكي لها عليها تو لا روحه خفيفه هذا زاد روحه خفيفه خليو لي زوديتور يحكموا روحه خفيفه ولا واحد من الجماهير العربيه في مونديال قطر حب يمشي يحقق حلمه بحضور يحضر المونديال المونديال اللي هو معناتها حلم الحقيقه البرشا من متابعي كره القدم نعم مع الحساب امه هكا بالضبط دونك مشي لعب الذهب بتاع امه سرقوه سرق الذهب بتاع الوالده نتاعو ومشي الكاس العالم مشي لقطر دونك بالضبط وانت تقول اذا روحه خفيفه روحه خفيفه بون به نبدل يده خفيفه يده خفيفه ولا نبدلو يده خفيفه دونك هو في يدور في سوق واق في 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 الدوحه يعرضوه الزملاء من قناه الكاس ويشوفوا في ديه
عنده كل بندرول ليفتة مكتوب فيها سامحني أمي توكي راني بعت ذابتك باش نمشي للمونديال على أساس توكي يرجع يلقاو حال. توكي جي نحكي لك توكي جي نفسر لك كذا شحال نفسر لك معناتها. دونك هذه تعتبر من احلى الصور اللي كانت اللي شفناها في المونديال. وكان نسمعوا الاولاد التصريح نتاعو لزملائنا في قناه الكيس لما سالوه على الذهبات. هاي تراه نسمعوا اثنين بهذه الرساله شلون صارك ذهب؟ بالبدايه نحب نشكر دوله قطر على جمال الاستضافة وعلى جمال البطولة وما شاء الله الملاعب درجة أولى والوالدة إن شاء الله يعني مسامحة سامحنا. اي فإذا تاخذ ذهباتها وتبيها على متحضر كاس العالم تزعل شوية بس صالحة صح يعوضها فنصالحها بلش ما تطلع بالتلفزيون اي لازم طبعا التذاكر مالت كها إن شاء الله تسامحوا شان أقوله إن شاء الله تسامحوا نتصور أنا باش تسامحوا كيف كيف هذا بشي حاول ياكلك الشليك هذيك من بعيد من بعيد هيك ضربه شليك نزيدك قبيله انت تعملها انا اللي يلحق عليه خاف الشليك من بعيد دونك هذه الحقيقه هو بقلبه كي يخمم بالطريقه هذيك انا في بلاصته ما نرجعش باش نرجع للبون هي الام ديما تسامح هي تسامح ما بخي سا ديبو قداش خذلها من ذهبيت كما هو يقول نتصور برشا هو يعرفهم خير من نتصور برشا خاطر المشيه للقطار تكلف برشا برشا فلوس. حاب نزيدك خبير اخر باهي نحكيو على يعني مدرب المنتخب البرازيل يعني اللي هو في قطر المنتخب البرازيل يلعب وكما نقولوا نحن حفيدته هو عنده بنته معها ولدها صغير ولا بنتها صغيره دونك كانوا يتفرجوا في مقابله المنتخب البرازيل وكي خرجوا البيبي رقد دونك رزن على امه وكذا اللي هي بنت مدرب المنتخب البرازيلي هكا يا اخي جاء مشجع عربي وهزها من غير ما يعرف انه هذيك بنت المدرب المنتخب البرازيلي وقت المباراه ضد منتخب كوريا الجنوبيه والمدرب هو تيتي دونك السيده ذي العربي هز بنت تيتي للنزل تيتي وعليه هز فيها النزل وين تسكن مع تلي فهمت حاب يوصلهم وعاونهم بالضبط دونك تيتي عجبته الحركه الانسانيه هذيا وفي الندوه الصحفيه اللي من بعد كان شكره ودعاه انه يجيه ويقابله وبالفعل كان تقابلوا من بعض وكرموا وشكروا على الجيست الانسانيه اللي كان عملها معاه ولقطه يعني لقات استحسان كبير من كل الموجود وكل من تابع كاس العالم. محليها نفوا بنوت بوزيتيف محليها دونك هذه هي الكره دونك انها لو بوت الهدف من الكره انها تتلم وتجمع الناس هذيك هو والحقيقة تزيد معناتها احنا كعرب حاجة باهية تزيد تنحي علينا الاتيكيت الخايبة اللي ديما يلصقوا هنا وارهاب وحاجات أخرين دونك على الأقل يشوفوا حاجات إنسانية عند العرب راهو حتى نحن راهو خلقنا الإنسانية. فوالا جوستومون ميرسي بوكو قيس بينا يعطيك الصحة على المعلومات هذوما الكل نتصور اللي التوانسة باش يتفاعلوا معاك برشا على الأخبار هذوما اللي قلتهم ميرسي بوكو أ توت ليكيب اللي رافقتني ميرسي عاطف ميرسي إيهاب ميرسي شيماء ميرسي جيهان أيمن الناس الكل دونك أنا نقول لكم شيء طيب الناس الكل نتقابلوا الويكاند دي جي بون ديبيو دو سيمين وكالعادة بيان سور البروغراماسيون مازالت متواصلة سور إي إف إم باي باي.